إذا أعزائي المشاهدين نذهب بكم إلى ملفنا الأخير المتعلق بالأونروا والعام الدراسي وما تم إعلانه على أن العام الدراسي في الأردن سينطلق بشكل طبيعي. للحديث عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ رياض زيغان رئيس اتحاد عاملين أونروا في الأردن. مساء الخير أستاذ رياض. مساء النور، أهلا وسهلا بك. يعني بجوز الناس كانت تترقب الفترة الأخيرة الحديث عن الأونروا وقصة التمويل وقصة كفائتها على تقديم الخدمات، لكن على ما يبدو أنه أعلن أن العام الدراسي سيكون طبيعيا. حدثنا عن هذا الإعلان وآخر أخبار الأونروا تحديدا في الأردن، تفضل أستاذ. نعم صحيح، مثل ما تفضلت أنه جميع يعني أولياء أمور الطلبة والدول المضيفة كانت يعني بترقب شديد، وكذلك الموظفون سواء معلمون أو غيرهم، في قرار المفوض العام الذي أعلن يوم الخميس الماضي. نعم. بأن المدارس ستفتح أبوابها أمام الطلبة في كافة مناطق العمليات حسب ما هو مخطط له في كل إقليم، وبالتالي الأردن سيكون يوم الأحد القادم 26 من آب موعد فتح المدارس أمام المعلمين ثم يريح أمام الطلبة، وهذا كان يعني حقيقة قرار يعني جريء وحكيم اتخذ المفوض العام في الساعات المتأخرة من قبل يعني عطلة العيد ومن قبل بدء العام الدراسي الجديد. ما الجديد أستاذ رياض؟ يعني الأمور تغيرت، التمويل يعني حدثنا يعني هو يعني بالتأكيد إنه الأزمة ما زالت قائمة، ولكن المفوض العام أخذ على عاتقه ألا يخيب أمال أولياء الأمور والطلبة والمعلمين في تأجيل العام الدراسي، فأخذ على عرضه أن يفتح العام الدراسي بما يتوفر لديه الآن من سيولة أو من دعم مادي، بحيث يعني أنه يستطيع الطلاب أن يلتحقوا بمدارسهم، ثم لم يألوا جهدا بعد ذلك في تحصيل الدعم اللازم. وهو أعلن أنه يعني العجز في البرامج حوالي 23 مليون، وهذا لا يعني إغلاق المدارس، ولكن يعني أنه سيبذل المزيد هو وإدارته لتبقى المدارس مفتوحة نهاية سبتمبر، نهاية أكتوبر، نوفمبر، حتى ديسمبر. وعام 2019 أيضا بين شكل هناك المهام صعبة، ولكن خلال السنوات السابقة والتجارب مع إدارة الوكالة إنها تحاول قدر المستطاع تنأى بالعام الدراسي عن هذه المشاكل كلها أنه بتعلق بمصير مستقبل الطلاب وبحياتهم العلمية والعملية أيضا. يعني أفهم منك أنه سؤال الأهالي يعني أنا بطرحه عليك، هل نقلق على بقية العام الدراسي ولا الأمور يعني بخبرتك وكما هو في كل الأعوام يعني تحت السيطرة، ما دام بدينا راح ننتهي؟ ويعني هذا الأصل وهذا ما عهدناه مع المفوض العام سيد بير، أنه يعني يحاول جاهدا أن ينهي العام الدراسي بأقل الموارد المتاحة بحيث يعني ينتهي على ما يرام. العام الماضي كان هناك عجز في نهاية عام 2017، بدأ عام الدراسي الخارج 2018، والآن هو يعيد الكرة مرة ثانية أنه يبدأ العام الدراسي بوجود عجز. فأنا أتوقع أنه يعني يبقى هناك ضغط على إدارة الوكالة وضغط على الموازنة وضغط في التبرعات أو شح الموارد، ولكن أملنا كبيرا أن يبقى العام الدراسي مستمر والخدمات موجودة حتى ولو كانت يعني في أقل مستوى مما كان عليه في السنوات السابقة. أقل مستوى أفهم منك في تقليص، وين ممكن يكون التقليص في تقديم الخدمات؟ هو يعني تم تصريح عمال المياومة، بعض موظفين المياومة بداية شهر شباط الماضي، أنه ما في رواتب يعني أو ما في إيرادات توصيهم، فبالتالي الموظفين يعني اشتغلنا بعبء وظيفي أكبر، ولكن كان هدفنا استمرار عمل الأونروا واستمرار الخدمة المقدمة للاجئ. أن تقدم الخدمة للاجئ بمستوى معين أفضل بكثير أن يحرم من الخدمة بشكل يعني كامل او بشكل نهائي. يعني عدد الموظفين والطلاب في عندك تصور عنهم والعاملين في المدارس؟ عدد الموظفين في الاردن هو يعني حوالي 7000 موظف ما بين معلم ما بين طبيب واداري، وعدد الطلبه يعني يفوق 120,000 طالب عن نهايه العام الدراسي الماضي، ولكن بعد بدايه شهر ايلول هناك في تغييرات في قبولات جديدة، في انتقالات جديدة، يعني ناقص 1000 زائد 1000 عدد. سمعنا قبل فترة أنهم عارضين طلب معلمين. لا، هذا الطلب يعني طلب قديم، هذا عادة الأونروا تعلن عن
طلبات المعلمين في شهر كانون الثاني من كل عام، يعني في شهر واحد صح التعبير، ويتم تعبئة الطلبات على البريد الإلكتروني، ثم بعد ذلك يتم امتحان ومقابلة ووضع قوام الاحتياط. قوام الاحتياط الموجودة في سجلات الموارد البشرية وبرنامج التعليم في الأردن يعني مستمرة حتى شهر يعني 7 القادم. ما في إعلان وظيفة جديدة للمعلمين، ولكن إن قائمة من قوائم الانتظار مثل تخصص فيزياء أو كيمياء أو رياضيات أو لغة إنجليزية نادرة يعني شغرت، تعلن عنها أول بأول، ما في مشكلة في الإعلان، ولكن في قوائم انتظار لأن تنتظر دورها، قابلت وأخذت موافقة أمنية وكل أمورها جاهزة، يعني أي شاغر بصير يستدعو للتعيين مباشر. نعم، وأنا بدي أشكرك على وقتك وعلى كل هذه المعلومات القيمة. شكرا لك الأستاذ رياض زيغان رئيس اتحاد عاملي الأنروا في الأردن، حدثنا عن انطلاق الموسم. المفوض العام لوكالة الغوث واللاجئين أعلن عن بداية العام الدراسي ستكون طبيعية، وهذا طمن كثير من الناس. والأنروا واحدة من الأدوات التي يحاول الأمريكي الضغط فيها على الفلسطينيين وعلى الدول المحيطة أو الدول المستضيفة اللاجئين الفلسطينيين، والأمريكان بيدفعوا لها قريب 320 مليون. وأنا كنت أتمنى أنه الأناروا في لها رمزية سياسية، يعني إحنا مش كثير مسرورين أنه يكون في أناروا وفي لاجئين وفي في هذه الصفات يعني، لكن أصبح جزء من الهوية الوطنية الفلسطينية كرت البؤن والأناروا، بمعنى أنه واحدة من التي تثبت أنك لاجئ. والأمريكان في الآونة الأخيرة قصة ملف اللاجئين بدهم ينهوا ويفككوا، وبدأوا يتحدثوا عن أنهم لا يعترفون إلا ب10,000. من هم ال10,000 هذول اللاجئين اللي هم انولدوا ولازالوا موجودين؟ يعني بمعنى أن العقب لا يمكن الاعتراف فيه كلاجئ، وباعتقادي هذا ضغط كبير على الدول اللي بتستضيف اللاجئين، وضغط على الهوية الوطنية الفلسطينية، وضغط على قصة العودة. وأنا بتمنى مرة أخرى أنه أن تمول وكالة الغوث من العرب. إذا الأمريكان بدهم مش يدفعوا، يدفعوا العرب، العرب الأثرياء، عرب الخليج، يدفعوا وما يخلوا الأناروا يعني توصل لمرحلة إنها لا علاقة لها باللاجئين، لا يوجد لاجئين. وقيل جزء الأردن نفى، لكن قيل بقوة وبزخم على أنه عرض على الأردن مساعدات لاستضافة اللاجئين ضمن هذه المساعدات، يعني التعليم والطبابة اللي تقدم للاجئين الفلسطينيين في الأردن، مقابل أنه نلغي الأناروا. الأردن رفض، الأردن يعتقد أن قصة الأناروا، قصة العودة واللاجئين قصة مرتبطة بالحل النهائي، قصة مرتبطة بالحقوق الفلسطينية الوطنية، قصة مرتبطة بالعلاقة مع هذا الصهيوني. ولذلك علينا أن ننتبه أنه موضوع اللاجئين مش موضوع أموال، موضوع استهداف أمريكي وليس استهداف بالجيد. أنا بذكر وكالة الغوث واللاجئين في المدارس كانت تقدم للطالب كل شيء، تقدم له وجبات غذائية، تقدم له القرطاسية كاملة، كانت المعلم إذا بيدروا على وكالة الغوث الدنيا يعني ما بتوسعوش من الفرح نتيجة الرواتب ونتيجة المكافأة في نهاية الخدمة. اليوم تتقلص هذه الامتيازات ليس لاعتبارات مالية، هذا مش صحيح، وإنما لاعتبارات وطنية فلسطينية، يريدون تصفية القضية الفلسطينية من كل الشرايين اللي بتغذيها، كل شريان بغذي الهوية الوطنية الفلسطينية بيحاولوا يقتلوه. القدس بنقولوا لها سفارتها، في الضفة بقطعوا أوصالها بالمستوطنات، غزة بيحاولوا أنهم يخنقوها وينهوا فيها روح الرفض وروح المقاومة، اللاجئين إنهاء هذه الحالة. لذلك علينا أن ننتبه، باعتقاد الأردن بيحاول، ولكن هناك دور على أثرياء العرب، أتمنى أن يقوموا بهذا الدور. نكتفي بالحديث عن هذا الملف، ونكون بهذا الملف قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا اليوم في استديو اليرموك. لا يسعني أنا عمر عياصرة وفريق الإعداد والإخراج والهندسة الفنية إلا أن أشكركم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. كل عام وأنتم بخير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.